تقول خدعناهم. خدعناهم ايش؟ انت ايش انت شكلك ناوي حتقعد هنا يوم تابع وحسي يا مروي اصبر قول لي 1 2 3 تعال يا شيخ بس تعال عبد العزيز خربته اقعد سلم عليهم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالكم شخباركم من زمان عنكم هلا والله اي والله ورجعنا لكم بحلقه جديده يا عبد الله قول لهم ايش حنسوي اليوم اليوم حنفتح كاتيجوري قصده سلسله قصده سلسله جديده اسمها انبوكسينج حلقه اليوم حنسوي شيء انبوكسينج لمنتجات ايوه بس عشان ما عندنا شيء بالعربي حنسميه انبوكسينج ما عجبتني لازم نغيرها يلا يلا الان يا عبد الله خلينا عصب بيني بيننا قبل يعني انتوا تسووا نفسكم مجانين ما عندي ليش اسوي لك انت سوي كذا اجيب انت اشتري ولا لا ماي حلو عبد الله في يمديك تجيب احسن منها عبد الله يلا انا دور يلا انت يلا عندي واحده عندي واحده حنسميه فتش يا مدير المنتج قدامك فتش يا مدير ونشوف المنتج شو واذا عجبنا شيل يا مدير واذا ما عجبك ارمي يا مدير الزبدة حلقة اليوم عبارة عن جبنا منتجات من الانترنت غريبة وحنفتشها قدامكم اذا عجبنا المنتج شيل يا مدير واذا ما عجبنا ارمي يا مدير مدير جاهز انا دائما جاهز ايييي ليتس جو والان نبدا باول منتج زي ما تعرفين ترى انا ما شفت ولا منتج عبد الله من ورايا قاعد يشوف الانترنت جاب ما ادري كم خمسة اشياء ولا ستة فخلينا نشوفه سوا يقال عنه انه هو اصغر سبيكر في العالم الله هذه الاشياء عادي تتسلك اوه صغير مره حلو مره كيوت بس المشكله لو تشغله ما حيطلع صوت جوده عاليه أوه. عاليه دحين نشوف اذا جوده عاليه ولا لا جوديه ليش الحركات دحين احلى بارت هذه الله هذا فيه المفتاح فهذا رسالة للمدرسين اذا تبي تكونوا كول قدام الطلاب هلا هلا بدا المنتج هلا هلا شبكوه كذا زي جنب المفاتيح وخش على الكلاس خش على الكلاس شوف في طلع نور الله ايش ذا رومانتك ايش ذا رومانتك هذا مو الاغنية لا هذا انه ترى زي نوكيا تن تن هذا يا قلبي عليك يا قلبي شو افصل افصله بريطانية أسترالية سيري ما صرنا نحبها وي لاف يو انتي مربع صغير ويتكلم اما البيتس ليه ما بيتكلم وكله مشبوك والان نشوف اختبار الصوت ابدا بيتحرك بيتحرك ايه ده لو سمحتي يا ام كعب يا ظريفه انت ايش خليتي للدكتور بيتس ايه خليتي للستوريهات ايه خليتي للدي جي الحين يمكن مستقبل الدي جي يجيكم بس ده الزواج يلا جاهزين يلا اذا بعد عن الجوال 10 متر هلا حيطلع صوت يلا تفضل عبد الله روح 10 متر عبد الله اصبر اضغط يمديك ترد على المكالمات كمان فيلا هذا يكون سبيكر كذا الو اذا دق احد زي كذا يرد زي ما تشوف يا اخوان عبد الله الان انقطع لا تمشي خلاص قاعد يتقطع قاعد يتقطع وقاعد يتقطع او 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 ورا باي باي سيري عبد الله راح عبد الله راح اندونيسيا عبد الله انا عارف هو مو ديسكونكتد ايش صار صار يرن عبد العزيز عبد الله صار يرن واو الان حنقيمه ولا عجبنا شيل يا مدير اذا ما عجبنا ارمي يا مدير 4 3 2 1 شيل يا مدير لا لا والمنتج اللي بعده عبد العزيز انا شايفك حزين في دي الايام اي والله جبت لك حيوان اليف انا عارف انه حركاتك اذا ما عمرك تجيب شيء اليف يعني فجاه تلاقي هذا يمكن يطلع اسد منه فما تدري اسمه حجر او حجر اذا انت مكتوب بيت روك يعني حيوانك الاليف الحجر هذا الحبل اوه يعني لا يشرد مني ايوه هذا عشان تربطه حوالين حيوانك الاليف لا يهرب كمان لما تمشيه عشان يسوي رياضه فصحي عشان يشم هواء كمان ايوه يشم هواء استغفر الله يا ساتر استغفر يجي معاه شيء لا بسكته عبد الله عبد الله بسكته لا عبد الله بسكته انا خافه
عبد العزيز لازم نربيه. طب شو هذا العش يجي معاه عشان ما يخاف. يلا هذا حيوانك الاليف. يلا يا بابا يلا يلا امشي. Really nigga. واحد مسوي شركة ضخمة ومسوين صناديق وعش واكياس وحالات عشان حجرة. تعرف انه كسب ملايين بسبب ورا هذه الحجرة. طب واحنا ليه نقدم برامج؟ يلا يلا نسوي نجمع حاجة. انا رايح الكورنيش. يرقص. حجر قاعد يتفرج تلفزيون مع بالشباب. عندك تاخذ المطعم مع زوجتك وهنا تدغدغ ويحب يتدغدغ ولازم تقول له كوتشي كوتشي كو. خلينا نجرب. طيب اكتب هنا اسم. طيب اصبر اصبر عبد الله عبد الله اصبر اصبر. تبي تير يا حبيبي؟ لا 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 حرام. سموها تحت في الكومنتس عشان احنا لسه ما سميناها. يلا ورونا ابداعاتكم والفايز حنحطه في الانستغرام. احلى اسم حنحطه في الانستغرام. 3 2 1 اشتري يا مدير. ارمي امه. ايش ارمي امه؟ ارمي امه. ليش ارمي يا مدير؟ ليه؟ يعني انت اقعد مع بابا وتفرج. لا لا بس عيب. انت ابوها. انا اعطيتها هديه لك. اتبناه. لا انا ما اتبنى. ما ابغى. والمنتج اللي بعده. طيب ايش هو عبد الله؟ اشرح لنا عبد الله. المايتي مج. الكاسه اللي ما تنكب ابدا. كاسه ما تطيح ما تنكب ابدا. هذه الكاسه. طيب لو احطها هنا ما تنكب ابدا في حياتك. دحين مهما ضربت دحين مهما لو ادفها ما تطيح. تسوي لك دحين. اعطيها شوي كذا واحده. يلا يسعد الله. يعني عامة الشركة تتحدانا انه نطيح الكاسة بس ما حطيح. تتحداك انت. لا هذه ترى ما ارضاها. تتحداك. ما ارضاها. يلا بسم الله. سوي نفسك انه كمبيوتر. يلا جربناها بالخفافي. الان نعبيها موية. باب موية بس حيلونها عشان يكون شكلها حلو عشان تشوفوا اكثر. واو. يلا طيحه. واذا ما قدرت تطيحه الحجره هذه اقوى منك. واو واو. عبد العزيز ايش اللي حلو فيه؟ ايش؟ ارفعه فوق. كيف؟ كيف؟ عبد الله عبد الله. ها 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 صار يرقص معانا يقول ها ما يديك تطيحوني. ما يديك تطيحوني. هذا المنتج كيف اخترعوه؟ يمكن جمعوا كل الاساتذة الفيزيائية واخترعوا هذه. عبد العزيز انا الاختبار الاخير. لا لا عبد الله عبد الله ما ينفع. الاختبار الاخير. طيب اسمع 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 كل واحد مرة. طيب شفت نجح. انا يعني عن نفسي انبسطت. ايوه مع الكاسة اكثر ما انبسطت مع الحجرة. صح اكيد. ايوه اكيد. هذا العقلاني. 3 2 1 شين يا مدير. طبعا لا صراحة ابداع. يعطيكم العافية ويعطيك العافية لشركة والمنتج اللي بعده. انت شايف؟ انا شايف قفازات. لانك تفكر جوا الصندوق. مو جلفز. Think outside of the box. مو جلفز. جلفز. الا جلفز. جلفز يجي معاه سلك. ابا تفضل لو سمحت. يميني ولا شمالي؟ يميني. يدي بتهتز. انا يميني. لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ لا ايه؟ ايه ده؟ ايش دحين بيصير؟ دبلوتوث. ايش بيصير دحين؟ ايش مكتوب؟ في اتصال. انت ايش؟ الان تشبكوا بالجوال وبعدين والان حكلم واحد. تكلم مين؟ بكلم اهو. قفازات ايش اللي دخل؟ كيف تكلم؟ ايوه. اقسم بالله والله في رد رد. الو الو والله العظيم. الو كيف حالك؟ والله العظيم بكلمك من اصبعي. قول له قول له تسمعني خليه يقول لك. انت تسمعني؟ تكلم اتكلم. قول الو. هذا طالع من اصبعي. هذا المستقبل. يمكن السنه الجايه حتحطه في اصبع رجلك. والله الدنيا صارت تخوف. والله العظيم كلهم صاروا اذكياء زياده عن اللزوم. ما صاروا يعرفوا ايش يخترعوا. هنا في كمان ولا هنا ما في؟ لا لا بس واحده. انت حتقول كذا الو ايش؟ ايش بو ما يرد؟ رجع يكلم. يلا قول له الو. الو. اسمع اسمع. جيب اصبعك. الو الو. اسمع قاعد اكلمك من اصبع عبد الله. مو مصدقني مو مصدقني.
قال تبي تعرف كيف انا بكلمك؟ هاي ما يبغى لا كلام ولا تعليقات ولا كلام فاضي. 3 2 1 شيل يا مدير. ايه انت شكلك من يوم ما اخذت الطلبيه قلت شيل يا مدير. انا شفته. انت مبدع يعني. مره ثانيه لا تستهينوا. فجاه لو تلاقوه في السوبر ماركت لقاها كذا معلق تحترموه. فهذا يتصل مع امك وابوك. حلو الشعور. اسمع اسمع. اباك زي ما انت لا تتحرك. ايه ده؟ ايش بدا غوريلا؟ ايش اللي فيه له يعني شيء حلو؟ اكله. لا عدل. ايش هذا؟ اكل. ايش هذا؟ اكل القرش. سيب سيب. لا لا لا. اسمه فيس بانك. فيس بانك بالضبط. فيس بانك. فيس بانك. ايش هذا؟ كانوا يعني طوبه تزوج غوريلا ولدهم يصير كذا. عباره عن جدار. لا 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 صراحه انا منتج غريب. اللي مو حلو بدا شيء ما في سنسر. لازم تشغل بعدين. ما في. يمكن ابو الصوت هو. لا 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 لازم تشغله من ورا. ايوه. الان ناكله. هم نم 4 قروش. هوبا. لا 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 لا. اصبر اصبر. طب ما ياكل الا قروش؟ جيب ريال نجرب. يموت بعدين. ها يا حيوانات حيوانات. صراحة انا فكرة الحصالة ما تنبل. ليه؟ يعني ايش هذا؟ يعني اديني فلوسك وانا ابلعها. لا تفكر عبد الله. حزنت عليه وبحط له يعني وظيفة رهيبة. اخرج برا برا برا. روح روح برا. طالع شوف. ايش هذه؟ ايش هذه؟ هذا اخر شيء يحول اي سطح الى شاشه لمس. طاوله جدار سقف. اهم شيء انه يكون عندك القلم حقك زي البروجيكتور بس تتحكم تسوي له كذا فاي سطح تبغاه. لا 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 لا. وده صغره. لا 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 ما اقدر ما اقدر. لا لا مستحيل. نظارتك هذه يمديك تتحول هاري بوتر. شوف كاريوسا. يور ويزرد هاري. مانجا كاريوسا. مانجا كاريوسا. شنو هذا؟ والان حنقفل النور وحنشوف اذا صح كلامه ام لا. ليتس جو. ما في ايباد ولا شاشه ولا شيء. هذا الان بروجيكتر. طاولتنا هذه طاولتنا عليها بروجيكتر. بس اللي خليه تاتش البروجيكتر مع القلم. لا 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 لا. 4 3 1. لا لا لا. اشتغل اشتغل. عزيز وانا بسويها وانا بسويها اضرب الطاوله. يلا. ها ها كيف كذا؟ ها جرب بخدي. جرب بخدي. والان حنجرب بعده اسطح فخلينا نشوف اذا اشتغل ولا لا. جربنا على الطاوله الان حنجربه على الجدار. يلا يلا. لا 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 هذا المستقبل. ايش هذا؟ لا عبد الله جاتني فكرة جاتني فكرة. امسك الكاميرا امسك الكاميرا. ايش؟ والان نجرب التجربة على سرة بارني. ايه بارني بارني التكنولوجيا يا بارني. 5 4 3 2 1 شيل يا مدير. ايه وان شاء الله عجبتكم الحلقة. لا تنسوا تعطونا احلى لايك يا احلى ناس. الله يسعدكم. الله يسعدكم. قولوا امين. الله يسعدكم يا ريبورترز. إذا حابين نسوي بارت 2 سووا لايك. أنا بسوي. إيش؟ هم ما يبغوا أنا بسوي. أنا ما سألتك أنت بسألهم هم. أنا تحمست عندنا منتجات ثانية. إذا تبغوا أعطونا لايك وقولوا لنا إذا تبغوا أكثر ولا. واكتبوا لنا في الكومنتس إيش المنتجات اللي تبغون ندخلها في بارت 2 مع اسم الحجرة. مع اسم الحجرة لازم. سلام. طب اصبر. أسوي أون. أون. إيه.